السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب حتى ترضى، الحمد لله رب هذا الرضا، الحمد لله رب أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم. اللهم اسألنا لما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. Arterial supply of the uterus. زي ما انتم عارفين كلمة Arterial supply دي عبارة عن blood supply، عبارة عن arterial supply، venous drainage and lymphatic drainage. ال arterial supply of the uterus هيكون ايه يعني؟ اكيد uterine artery. اليوتراين artery ده يا جماعة بيكون branch من ال artery متعهد البلفس. احنا عارفين معظم البلفيك اورجان ومعظم البلفس سبلايد بالارتر اللي اسمه انترنال ايلياك. الانترنال ايلياك ده وان زي ما هناخد بعد كده بيتفرع لانتيرور ديفيجن وبوستيرور ديفيجن. من البرانشز اوف انتيرور ديفيجن اليوتراين ارتري. اليوتراين ارتري ده هو برانش من الانتيرور ديفيجن اوف انترنال ايلياك، بيمشي from lateral to medial على البلفيك فلور ماسل. وهو ماشي على البلفيك فلور ماسل بيكون ماشي فين بالظبط؟ بيكون ماشي في الانفيرور بوردر اللي هي الاتاتشد بوردر اللي هي الروت of the broad ligament of the uterus. ماشي هنا هو ما بين الـ two layers of the broad ligament of the uterus عند الـ attached border بتاعته لحد ما يعمل crossing للأخ ده. بيعمل crossing above the ureter 1 inch lateral to the supravaginal part of the cervix. الـ ureter اهو والـ uterine artery ماشي from lateral to medial، عمل كروسنج عمودي على اليورتر 1 انش from the supravaginal part of cervix. بعد كده بيمشي ميديالي يوصل لل supravaginal part of the cervix، وهنا هو هيروح مدي descending branch. descending branch ده بيغذي السيرفيكس وبعدين بينزل يعمل أناستموزس مع الفاجينال أرتري عشان يغذي الفاجينا. اليوتراين أرتري بيمشي على اللاترال بوردر أوف ذا يوترس حيث بيكون له تورشوس كورس. ليه له تورشوس كورس؟ عشان طبعا يسمح لليوترس بالديستنشن أثناء البريجنانسي. اليوتراين ارتري بينتهي فين؟ بينتهي اليوتراين ارتري عند الهايلم اوف ذا اوفري، بين هو بيعمل اناستوموز مع الاوفيريان ارتري. يا ترى اليوتراين ارتري بيغذي ايه؟ طبعا كلام بايخ، ما هو يوتراين ارتري نمره واحد طبعا اكيد بيغذي اليوترس والديسندنج برانش بتاعه بيغذي الفاجينا. وبعدين عند الهورن هنا هون، عند الهورن هنا هون راح ماشي لاترالي، راح ماشي لاترالي وادالك برانش لمين؟ ل اليوتراين تيوب. بيغذي الميديال أربع تخماس، الميديال أربع تخماس من اليوتراين تيوب. أمال الخمس بتاع اليوتراين تيوب ده جاي منين؟ جاي من الأرتري ده اللي هو الأوفيريان أرتري. اليوتراين تيوب ده الأرتيال سبلاي بتاعها متقسم لأربع تخماس وميديالي وخمس لاترال. الأربع تخماس الميديال دول تبع اليوتراين أرتري.
لكن الخمس اللاترال ده تبع الأوفيريان أرتري. يعني بمعنى صح أقدر أقول لك إن المفروض إن اليوتراين أرتري ده بيساهم في تغذية الفيميل جينيتال سيستم كله ما عدا الأوفري. الأوفري المين بلاد سبلاي بتاعه طبعا الأوفيريان أرتري. فينوس درينج بتاع اليوترس ايه يا جماعة؟ اكيد هي زي الارتري يوتراين فين. اليوتراين فين ده هو اكامبانينج اليوتراين ارتري ورايح يصب اكيد فين اليوتراين فين ده ون. اليوتراين فين ده ون رايح يصب لك في الفين متعهد البلفس اللي هو الانترنال ايلياك فين. اليوتراين ارتري طبعا عامل انستموزس مع الارتريز اللي حواليه، عامل انستموزس فوق مع الاوفيريان فين. اوفيريان فينس بليكسس بيكون هنا هون عاملين انستموزس معاه، وتحتينا تحت اليوترس عاملين انستموزس مع الفاجينال فينس بليكسس، فوق عاملين انستموزس مع الاوفيريان فينس بليكسس وتحت عاملين انستموزس مع الفاجينال فينوس بليكسس. يا ترى ايه الليمفاتيك درينج بتاع اليوترس؟ الرسمه دي حلوه قوي للليمفاتيك درينج اوف ذا يوترس، وطبعا دي بتهم قوي الجماعه بتوع الناس عشان السبريد بقى بتاع الكانسر سيرفيكس والاندوميتريال كارسينوما. الاندوميتريال كارسينوما دي بقى الكارسينوما اللي بتحصل في البادي of the uterus. احنا عندنا نوعين مهمين قوي من الكانسر بيحصلوا في الستات، كانسر سيرفكس والكانسر اللي بيحصل في البادي ده اسمه اندوميتريال كارسينوما. ودول طبعا زي اي مالجنسي اكيد ليهم ليمفاتيك سبريد. فلو في كانسر سيرفكس هيعمل سبريد لمين؟ الليمف فيسلز بتاعت السيرفكس بتمشي في ثلاث اتجاهات: laterally, posterolaterally, and posteriorly. وطبعا كلنا واخدين بالنا ان ده anterior view لليوترس، لان زي ما انتم عارفين الفالوبيان تيوب والاوفري هنا هون بيكونوا باصين posteriorly، فده anterior view. هنا ده الانتيرور واللي ورا ده البوستيرور. السيرفكس في لينف فيسلز بتمشي laterally، رايحه فين لاترال دي؟ تصب لك في الاوبتيوريتور لينف نودز والاكسترنال الياك لينف نودز. وطبعا كل حاجه اسم على مسمى. الاوبتيوريتور لينف نود دي اكامبانينج ذا اوبتيوريتور فيسلز، والاكسترنال الياك لينف نود دي اكامبانينج ذا اكسترنال الياك فيسلز. في لينف فيسلز طالعه من السيرفكس ماشيه بوسترولاترالي، بوستر لاترالي لللينف نودز اللي ماشيه مع الفيسلز دي. مين الفيسل ده؟ ده الارتري، وبيكون ماشي مع الفين اللي اسمه انترنال الياك فيسلز، وماشي معاهم الانترنال الياك لينف نودز. في لينف فيسلز من السيرفكس ماشيه بوستيرولي، بوستيرولي هو ورا اليوترس فيه يا جماعه، ورا اليوترس فيه الريكتم، ورا الريكتم في السيكم، حوالين الريكتم في لينف نودز اسمها بارا ريكتال لينف نود، ومور بوستيرولي في لينف نودز قدام السيكرم. اللينف نودز اللي قدام السيكرم دي اسمها ساكرال لينف نودز. الليمفاتيك درينج اوف ذا سيرفكس ثلاث اتجاهات: لاترالي، اكسترنال ايلياك لينف نود مينلي، و اوبتيوريتور لينف نود، posterolaterally internal iliac lymph node، posteriorly pararectal، ومور posteriorly في sacral lymph nodes. طب ال upper part of the uterus بقى، السيرفكس ده اللي هو اللور بارت اوف ذا يوترس. طب ال upper part of the uterus ده الليمفاتيك درينج بتاعه رايح فين؟ ال upper part of the uterus الليمفاتيك درينج بتاعه mainly passing to aortic lymph nodes. Aortic lymph nodes
وللتفاصيل الأورتيك لينف نود دي بيكون فيها لينف نود قدام الأورطة اسمها بري أورتيك، ولينف نودز على جوانب الأورطة بيتقال عليها بارا أورتيك لينف نود. الأبر بارت أوف ذا يوترس دون على الأورتيك لينف نودز. تحت شوية في لينفاتكس بتكون ماشية يا جماعة لاترالي على طول لل external iliac lymph nodes. في حتة بقى exceptional، الحتة اللي حوالين اليوتراين هورن. الحتة اللي حوالين اليوتراين هورن دي يا جماعة دي اللي اتاتشد ليها مين؟ الراوند ليجمنت اوف ذا يوترس اللي رايح يمشي في الانجوينال كانال ويمسك نهاية الراوند ليجمنت ده في الليبيا ميجورا. ففي بعض الليمفاتكس من المنطقة اللي حوالين الهورن اوف ذا يوترس تمشي حوالين الراوند ليجمنت اوف ذا يوترس لحد الليبيا ميجورا، ومن الليبيا ميجورا زي كل الاكسترنال جينيتاليا هتطلع الليمف فيسلز تصب في السوبرفيشال انجوينال لينف نودز. ماشي. اللور بارت اوف ذا بادي، اللور بارت اوف ذا بادي ده طالع للاكسترنال ايلياك لينف نودز زي ما اتفقنا. فاحنا الابر بارت اوف ذا يوترس، الابر بارت اوف ذا يوترس ده اللي هو فاندس وبادي، نقسمه لجزئين، upper part طالع على الأورتيك لينف نود و lower part of the body of the uterus يروح يصب لك في ال external iliac lymph node. والمنطقة اللي عند اليوتراين هورن دي lymph vessels حوالين ال round ligament of the uterus لل superficial inguinal lymph nodes. ده بالنسبة لل lymphatic drainage of the uterus سيرفكس، والبادي يتقسم لأبر بارت ولور بارت. الأبر بارت أورتيك، اللور بارت إكسترنال إيلياك، والمنطقة بتاعت اليوتراين هورن لل سوبرفيشال إنجوينال لينف نودز. يا ترى إيه النيرف سبلاي بتاع اليوترس؟ autonomic nerve plexus اسمه inferior hypogastric plexus. من الحاجات المهمة بقى اللي لازم الواحد يسأل نفسه عليها في آخر اليوترس، اليوترس ده اللي أثناء البريجنانسي اللي بيبقى زي الجبل اللي شايل الفيتس وشايل كيس مية حواليه اللي هو الأمنيوتيك فلويد كبير قوي، ده تقلهم حاجة بتاع 5 6 كيلو. فإيه اللي شايل البلوة السودا دي اليوترس البريجنان ده بالميه اللي فيه بالفيتس اللي فيه؟ طبعا مينلي السيرفايكال ليجامنت، الكاردينال ليجامنت، واليوتروساكرال، والبيوبو سيرفايكال ليجامنت، دول الاساسيين اللي شايلين. ده اول حاجه شايله اليوترس. وايه تاني اللي تحتيها؟ العضلة بتاعت البلفيك فلور اللي اسمها الليفيتور إناي أو بيتقال عليها بلفيك دايفرام. وبعدين اللي تحت البلفيك فلور، تحت البلفيك فلور في إيه؟ البرينيوم. تحت البلفيك فلور بقى في مخرج البلفس اللي هو البرينيوم، وده مليان برينيال ماسلز، وفي البرينيال بادي. البرينيال بادي ده اللي مدي اتاتشمنت ل ليفيتور إناي وللماسلز اوف زبرينيا. وبعدين ما تنساش بقى ان الراوند ليجمنت اوف ذا يوترس ده شادد اليوترس لقدام ناحيه الانجوينال كانال، وبالتالي محافظ على المكان بتاع اليوترس في الانتي فيرتد انتي فليكسد بوزيشن. نيجي بعد كمان بقى للابلايد اناتومي.
احنا اتفقنا اليوترس ده بيبقى تقيل قوي 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 اثناء البريجنانسي، والتقل ده كله محمل على مينلي الليجامنتس اللي اتاتشد للسيرفكس. بالريبيتد بريجنانسي يا جماعه، واحده ست محترفه خلفه وخلفت 6 و7 و8 و9 عيال، الليجامنتس دي الصراحه هتستحمل لحد امتى؟ الليجامنتس دي بتضعف، بيحصل لها ستريتش وبتبص تلاقيها ضعفت ومش قادره تشيل اليوترس، واليوترس يقع من الست دهية. دي كونديشن اسمها يوتراين برولابس. وبيني وبينك صعب اليوترس يقع لوحده، ما انتوا عارفين اليوترس اتاتشد لمين؟ الفاجينا. فالسيرفكس دون واليوترس وهم نازلين غالبا بياخدوا الفاجينا معاهم، وغالبا بيكون الحاله دي اسوشيتد ويز فاجينال برولابس. طبعا في عندنا سرطانين مهمين جدا في الرحم يا جماعه، كانسر سيرفكس، ده كان في وقت من الاوقات ذا كومنست كارسينوما في الستات، بس دلوقتي الكومنست كارسينوما في الستات بقت البريست، لان الانسيدنس بتاع كانسر سيرفكس قل قوي والمورتاليتي بتاعت الكانسر سيرفكس قلت قوي. في عندنا كمان سرطان بيحصل في البادي اوف والبادي والفندس اوف ذا يوترس اسمه اندوميتريال كارسينوما. طبعا زي ما انتم عارفين المفروض السرطان بيعمل سبريد دايركت وبلاد وليمفاتيك. فالكانسر سيرفكس اللي كان زمان كومان استقوي دون وكان المورتاليتي ريت الاف ستات وحاجات زي كده، هون زي مثلا الممثلة اللي كان اسمها نهى شريف بتاعت زمان ده، هي ماتت بكانسر سيرفكس. هتبص تلاقي ايه؟ السرطان طبعا بيعمل سبريد دايركت ولا بلاد ولا لينفاتيك. اكيد طبعا لو انت بتفهم باثولوجي او خدت باثولوجي تعرف ان السرطان بيعمل سبريد بالتلاتة، دايركت سبريد للسراوند ستراكشر، ودي بقى اللي بيحكمها مين؟ اللي بيحكمها الريليشن. فالسيرفكس مين اللي حواليه هو ممكن يحصل سبريد لكانسر سيرفكس ليه. طبعا كانسر سيرفكس يا جماعه ده منظر مثلا اهو الكانسر سيرفكس، وده في المنظر بقى واحنا بنشوف السرطان. طبعا اول حاجه جنبك على طول ان اعمل سبريد للفاجينا، ولو سرطان في السوبرا فاجينال بارت، سرطان في السوبرا فاجينال بارت للاسف ده نايم على طول على اليورينري بلادر. طب الليمفاتيك سبريد بقى من كانسر سيرفكس هيكون رايح لمين؟ اتفقنا كانسر سيرفكس السبريد بتاعه مينلي للانترنال ايلياك والاكسترنال ايلياك والساكرال ليمف نودز. طب البلاد سبريد بقى هيروح لفين؟ البلاد سبريد دايما يا جماعه المالجنان سيلز بتنط في الفينس درينج. فانا هو طبعا معظم الليمفاتيك الفينس درينج ده طالع على اليوتراين فينز. اليوتراين فينز اللي هتحمل الخلايا السرطانيه الى الانترنال ايلياك فينز. ومن الانترنال ايلياك فينز تمشي بقى الخلايا السرطانيه في السيركوليشن تروح لللنج او البون او البرين. هتقول لي امال فين الليفر يا دكتور؟ احنا نعرف ان في بلاد سبريد بيروح للليفر. ده نادر قوي من الفيميل جينيتال سيستم ان السرطان يروح للليفر. دايما السرطان اللي بيروح للليفر ده يا جماعه اللي بيكون الفينس درينج بتاعه جي اي تي، فينس درينج اوف جي اي تي اللي هو البورتال فين. فمن الجي اي تي على الفينس درينج اللي هو البورتال فين على الليفر. هنا هو نادر قوي قوي ان يحصل ليفر سبريد. لا حاجة غريبة قوي يا جماعة، البلاد سبريد بتاع كانسر سيرفكس كتير قوي بيكون في العظم بتاع الفيرتبري. ليه؟ للأسف اليوتراين فينز، اليوتراين فينز متصلة بفيرتبرال فينس بليكسس. الفيرتبرال فينس بليكسس ده هو يا جماعة ده يوصل لو مالجنان سيلز وصلت فيه من اليوتراين فينز للفيرتبرال فينس بليكسس، كده المالجنان سيلز وصلت لل
سيكرام وللمبر فيرتبري وحصل ميتاستاسيس في العظم ده بالذات. الحمد لله الموت من كانسر سيرفكس قل قوي. ليه؟ من كتر ما الحالات دي كانت كتيرة قوي الكانسر سيرفكس بقى فيه مسح دوري لكل الستات، بروجرام كده هو في وزارة الصحة في المفروض يعني كل البلاد المتقدمة صحيا، يعني كل الستات فوق سن 40 سنة بروحوا يتعمل لهم سكرينينج بروجرام بشكل ايه. المسح ده اللي بيحصل لكل الستات اللي فوق سن 40 بيدخلوا لهم كده هو آلة جوه الفاجينا تتفتح اسمها سبيكولام، وبالسبيكولام ده اللي جوه الفاجينا أقدر أبص بقى مين ده اللي أنا شايفه جوه، هو ده الانترا فاجينال بارت أو الفاجينال بارت أوف سيرفكس، ولو في الحاجات الحمراء دي اللي هي قرحة، قرحة طبعا يا جماعة يعني لوس أوف ذا ميكوزا متعورة كده هو والميكوزا مش موجودة، طبعا دي خطر أوي، ده احتمال ده يكون ده السرطان. ولو أي حتة غريبة كده هو موجودة بروح واخدين منها مسحة، مسحة يعني سمير زي بص كده الدكتور هو مدخل من السبيكولام ده اللي في الفاجينا وعامل ديستنشن الفاجينا داخل بآلة كده هو عشان يعمل مسحة، بتاخد خلايا من السيرفكس ونروح نفحصها تحت الميكروسكوب بقى، نحطها اهو على سلايد ونفحصها تحت الميكروسكوب نشوف فيها خلايا سرطانية ولا لا. فبالمسح ده الدوري اللي بيتعمل كل 2 3 سنين لكل الستات، طبعا بنقدر نعمل early detection لكانسر سيرفكس ويتعالج بدري. طبعا ما دام بقى كانسر سيرفكس ده المفروض حاجه كومن هو والاندوميتريال كارسينوما اللي هي في البادي اوف ذا يوترس، السرطان ده لو في السيرفكس او في البادي الحل بتاعه ايه؟ شيل، هنشيل اليوترس. تشيل اليوترس دي يا جماعه عمليه اسمها هيستريكتومي، هيسترو يعني يوترس واكتومي يعني اكسجن ريموفال. فالهيستريكتوم دي عمليه مشهوره قوي قوي بتتعمل كتير قوي للستات اللي بيجي لهم كانسر سيرفكس او اندوميتريال كارسينوما. وطبعا القرار هنا بيكون سهل قوي قوي ان انا اشيل الرحم ده خالص مش مشكله، لو الست ده هي مينيبوزال خلاص ما عندهاش دوره ومش عايزه تخلف وحاجات زي كده هون، فبيبقى القرار ايه بدل ما يجيب لها كانسر سيرفكس او يجي لها اندوميتريال كارسينوما لو في اي حاجه حتى سسبيشس، لو حاجه سسبيشس يا راجل شيل ولا يهمك. اليوترس ده بقى تشيله ازاي على فكره؟ تخش اليوترس ازاي عشان تشيله؟ زمان كان المشهور قوي قوي ان انا بسيطه قوي افتح بطن العيانه واخش اشيل اليوترس، دي اسمها ابدومينال ابروتش. الست دي لو صحتها ما تستحملش فتح بطن قال لك طب ما اسهل اخش نوع من الفاجينا واروح قاطع الفاجينال اتاتشمنت لليوترس واسلك اليوترس واطلع بيه من الفاجينا، ده اسمه فاجينال ابروتش. اسهل عمليه بقى خالص دلوقتي شك الدبوس ان انت تخش كده هو ب 3 4 انسيجنز في الابدومن، كل انسيجن فيهم بيكون تقريبا نص سنتي، ادخل منه شويه الات اسمها لابروسكوب واروح مسلك اليوترس ده وطالع بيه، دي بيتقال عليها لابروسكوبيك هيستريكتومي. عمليه دلوقتي تعتبر ماينور زيها كده هو زي ايه يعني عمليه الفتق، عمليه الزايده، حاجه زي كده هو. يا ترى السيرفكس دون، السيرفكس دون المفروض هو واليوترس البروبورشنز بتاعتهم ايه؟ ودي خدناها في الرسمه اللي قبل كده هو من يعني زمان اللي هي الرسمه دي كانت في الاول خالص. هاي
في أجزاء اليوترس في الأدلت فيميل، ودي في النيولي بورن والتشيلدرن. يا جماعة في الأطفال الصغيرين بيكون طول السيرفكس ضعف البادي والفاندس اوف ذا يوترس، والعكس في الأدلت لايف. تحت تأثير الهرمونات بقى والهرمونز بتجهز اليوترس ده لمرحلة البريجنانسي، بيبقى الفاندس والبادي اوف ذا يوترس ضعف السيرفكس، ده في الطول طبعا بتاع السيرفكس. ويبقى ده يا جماعة اليوترس. Thank you for good listening and good luck.